كان عندي 11 عام كنت شفت واحد دراما كورية داس في دوزام ولكن كانت مدبلجة وقال لي راسي جي نقلب شنو اللغة الأصلية ديال هاد الدراما ومشيت قلبت لقيت باللي الكورية وبديت كنقلب على الأفلام على الموسيقى على اللغة وعجبتني بزاف ثقافة حيتاش فاش كان عندي 11 عام يعني باقا ما كنعرف والو على العالم وجاتني مختلفة بزاف على الثقافة اللي مولفة بها في المغرب وبديت كنقلب بديت كنبحث بزاف وجذبتني بزاف في انها مختلفة على جوستومون الثقافة ديالنا وكان واحد العالم جديد اللي كنت باغا نكتشفه وفوالا هادشي باش عرفته صراحة حيتاش بديتها فاش كنت صغيرة دغيا شديت اللغة وداكشي وكنت وعلمت اختي صغيرة جوستومون وبدينا كنهضروا بها في الدار وهكا حتى اونلاين كنا كنتفرجوا في الافلام بزاف في الموسيقى كنا كنهضروا مع كوريين اونلاين ودوك ناتوريلمون ولينا كنهضروا باللغه حتى في الدار بيناتنا انا اصلا كنتبع لاباج ديال الامباساد في انستغرام دونك شفت ليفينمون وكانت ني صيفطات ليا اختي وهي مشاركه مع الامباساد ان طونك سوشيال ميديا امباسادور وهي اللي عرفتني بالايفينمون قالت لي يلا معايا بوركو با وانا اصلا كنت مهتمه بزاف بالثقافه الكوريه دونك جيت نحضر نشوف صراحه رائع بزاف عجبني الحال بزاف حسيت براسي كنتقرب كثر للثقافه اللي هي من واحد البلاد اللي بعيده بزاف ومالوغوزمون مازال ما جاتنيش الفرصه باش نمشي لكوري مي ان شاء الله بوركو با اترافير هاد ليفينمون نتعرف كثر على الثقافه وتدخ واحد النهار نمشي لكوريا نيت كان زوين كانوا واحد الفريق هنايا داروا سميتو داروا الموسيقى الشعبيه ديالهم داكشي كان زوين كان حتى السفير تصوروا معاه بزاف تاع الناس صافي هادشي اللي لحد الان حيت باقي بزاف ممكن شي حاجه مميزه بزاف ولكن حيت كنتبع داكشي ديال الكي دراما والمان هو وداكشي قادر انه يجذبك اكثر خصوصا انهم كيحاولوا يروجوا الثقافه ديالهم في الافلام في المسلسلات في هذوك ديسان انيمي تاعهم كينقصنا بزاف خصوصا انه ما كاينش اجتهادات من الناس انهم مثلا يروجوا الثقافه ديالنا بطريقه مختلفه على اللي كنشوفوا مثلا حديد دان رومان وبرطال داكشي ما قادينش مثلا يوصلوا لواحد المستوى كبير وعالي باقيين في واحد المستوى متوسط ولا منخفض كاع قل من محدودين بزاف باقي ما واصلينش مثلا حتى مستوى بعض الدول المجاوره لينا مثلا بحال مصر ودول اخرين باقيين قادرين يديروا محتوى احسن وجوده عاليه علينا حنا يمكن هذا الشيء ماشي السبب ديالو ان الممثلين عندنا قلال ولا انما الانتاج ما كاينش تكاليف كثار كيتخسروا عليه بحال المسلسلات الاخرى الراميون والدوكبوكي وداك الشيء الاخر شي كيعجبك بزاف خصوصا ان الاكل ديالهم كيكون شويه حار ونكهات مختلفين يعني قادر انك تذوق داك الشيء مبدع على اللي مول فيه حنا مثلا كنذوقوا اللي جامع بين الحلو والمالح والحامض هما عندهم الحار حلو حمك مالح فهمتي ما كاينش الحامض بزاف تلقاه مثلا غير في الاكلات اللي كيكونوا مخللين بحال كيمتشي وداك الشيء الاخر